Thank you.
قبل كانت ممتعه، كانوا اهداف، كانوا فرص للتهديف كثيره. الدفء بدا يرجع للملاعب لان كتشوف الجمهور بدا يرجع، فغادي يخلي ان اللاعبين غادي يعطيو احسن ما عندهم. المقابله راكم تبعتوها، كنظن الخاسر الاكبر في هذه هو الروح الرياضيه، لان الوقت اللي التحول ديال المقابله اللي كنا واحد الوقت محكمين فيها بجوج الاهداف، للاسف الوقت اللي وقفوا اللاعبين، لان كان لاعب ديال الحسنيه معطوب، الاولاد ديال الحسنيه اللاعبين لعبوا الكره وانتجت عليها ضربه جزاء، ومن ثم من بعد الطرد ديال اللمطي خلات ان المقابله خدت واحد اتجاه اخر، تراجع فوق منطقتنا بحكم ان احنا لاعبين في ملعب خارج الملعب ولاعبين بعشرة، فغالبا ما غادي يدير ضغط اكثر لان كاين زياده عدديه ديال الفريق الحسنية دكادير، زياده على اللي رجهم اكثر من في المقابله، هو احنا ديجا لاعبين بعشرة وجا البينالتي، من ثم تحولت المقابله انه لا عزيمه اكثر، لانه لو تبان لهم قريب انهم يمكن يتعادلوا او لما يمكن ما ينتصروا، دونك التراجع كان نورمال. جي دو تري بون سوفونير انا في اكادير، لي جون طيبين الله يعمرها دار، جلي هذا الطرف من التاريخ ديالي ما نحيش، ماشي قومه هذه غتنحيه معايا، اي بارمي لي مومون لي دوست كبيرة في الكرة ديالي وفي تاريخي، هو مع الناس هنا في أكادير ومع الناس ديال أكادير. ميرسي، نوبوا عليا أنا وبلغوا السلام لجميع الناس ديال أكادير، إي بون شونس بور الحسنية، ميرسي بوكو. اللي شاف المقابلة اليوم أنه شاف مقابلة ما حضرش الملعب باش ضيع وقته، لأنها كانت مقابلة كيف ما كان الحال جيدة. ومقابله ما بين فريقين اللي معروفين ب البوتونسييل ديالهم، دونك سي ان بوتونسييل اللي فريمون تري على هوتور. اي بوي عرفنا الرجاء البيضاوي فريق اللي هو عبر التاريخ، فريق اللي هو ماشي يعني ماشي سهل لو مانيمون ديالو. ثانيا فريق الرجاء هو من بول الفرق اللي هو اللي الا خليتي له المجال انه يديفلوبي لو جو ديالو يمكن له ينتصر عليك بشحال ما بغى. اذا كان من لا كونسيبسيون ديالنا ولو ترافاي كون في او بريالابل، سي ان ترافاي باش نضغطو على الخصم من بدايه هذاك، دونك يفالي دونك فو افي فيو كو با مال دو فوا مشينا كنمشيو اون ايغاليتي نوميريك من بعد ما كنختطفوا الكره من وسط الميدان بالضغط الجماعي. في الشوط الاول كانوا اربعه ولا ثلاثه، مره السيني كيضربها من البعيد، مره بامال كيضربها من البعيد، مره بركاوي كيضربها من البعيد، كانوا مازال نزيدوا في لا تروازيام فاز، فاز دو بريفيريتي. دونك لا فاز دو بريفيريتي اون فوا كومبرون البالون لي جوار بانيك، لي جوار اي نو فون با لو بون شوا في لو بون مومون. دونك دايور ان تير ا ايغاليتي نوميريك سا نيكزيست با، ايغاليتي نوميريك سون دي زيكواسيون ريزودر. دونك هذاك هنا باش يبان اللاعب واش عنده شويه واش خاطر كي نقولوا باللغه الكرويه ولا لا. انا نجور اون ايغاليتي نوميريك اون بار بالوبي، يعني ما يمكنليش ندير ديكلونشي ان تير ولا ندير شي حاجه، دونك خسيرو في ا 3 4 بيس. حاولنا كنا كنحاولوا ولو انه الفرص السانحه للتسجيل كانت لفريق حسن تاكادير في الشوط الاول تقريبا، لانه لي ما نشوفوش كنشوفو لو بروجي دي بوت، بروجي دو بوت، لانه ملي كتفتك الكره في الثروازيام فاز ليكيب ادفيرس وكتمشي بهذاك، سو سون دي شوز اللي هما سيغ 4 بالو خصك تماركي جوج، حنا سيغ 4 بالو ولا 5 بالو ما ماركينا حتى وحده، هذا شويه. ولكن مع ذلك ف كون لو مالور فيان نو فيان با تو سول، جات من بعد قبل من واحد ثلاث دقائق ولا ما عرفتش تقريبا ديال هذا تسجل اصابه. هذيك جو بونس لو راجا الا في لا شونس دو سكوري في دي مومون اللي هما اللي كيتبناهم اي مدرب، هو انك تسكوري في التالي ديال الشوط او في بدايه الشوط الاخر، شيء اللي كان بالنسبه للرجاء البيضاوي. ولكن مع ذلك كنعتقد انه لانجيكسيون كنا ايسيي دو فير بالنسبه لي شونجمون كنا اوبيري سون دي شونجمون اللي كي اون ابورتي ان سيربلو مالغري لو فيت دو 2-0 تي روفيان سور لو سكور. نعتقد على انه ماشي من السهل، ولو انه فعلا ساعدتنا شيء اخر هو النقص العددي ديال فريق الرجاء البيضاوي،
لان الواحد يكون موضوعي مع نفسه ديال القراءه موضوعيه هذاك، ولكن كنعتقد انه كنا فعلا انه لو فيت دو فوار ماتنو لو سكور فينال ا دو بارتو دونك سي سوا ديزون بوزيتيف، نظرا لانك كنت متخلف بجوج اصابات كيفما كان، ولكن من خلال ما كنت اطالب به اللاعبين في الربع ساعه الاخيره ديال المقابله ربما ما كانش تطبيق 100%. اولا، ثانيا حتى الاصابه ديال راه بقينا لاعبين حتى حنا ب 10، لان سفيان طلال تقريبا خرج من لو سيركوي بريفيرونسيال. سفيان طلال بريسك بقى، انا كنزيدو فيه حنا والطبيب وداك الشيء باش يبقى يوقف غير بور كومون ديراج فير اون فيغوراسيون ولو ستاتيك دون لير دو جو سي سا. دونك تقريبا هذا لو كان بقينا بداك الشكل تكون هضره اخرى، ولكن كنبغي نهم الفريقين. حاجه اخرى هو المطالبه ديال عبد ربي بالنسبه للجماهير ديالنا، لانه فروق اللي كتشوف فروق كتلعب على الادوار الطلائعيه وفروق كبيره كتبغي البطولات كتبغي خصك يكون عندها جمهور بحجمها. ملي كتشوف انت كتهز راسك اليوم وكتشوف بان الجمهور ديال الخصم قدنا تقريبا ولا اكثر منا، هنا تيبان. دونك الواحد ما يبقاش يعبد يبقى يهضر في وراء الستار. ناس اللي عنده نتوما ماشي كنلوح لكم الورود بكل صدق، ناس دكادير والناس ديال هذا والناس الغيورين الحسن تاع كادير وديال الناس هذا كله، لانه اكادير مع الاسف هذه واحد لو ديلام اللي غير مفهوم. اكادير هي اللي خصها تكون عندها جمهور، هي اللي عندها في الجمهور في المغرب كامل، فين ما مشيتي كتلقى خارج الوطن كاع كتلقى الشلوح كتلقى الناس غيورين. فاذا به ملي كتجي لجور جي كتلقى الناس هنا. دونك وشنو هو الدور الايجابي اللي يلعبوه الجماهير بالنسبه لو انني كنقول وكنقرها، لو انه كان شوفوا نديروا غير السيناريوهات ديال المقابلات اللي دازوا السنه الماضيه ولا شي حاجه، ملي كيكون الملعب مملوء عن اخره كيكونوا النتائج باهره بالنسبه للحزام. لو كان الجمهور كان يلعب الدور ديالو كانت تكون مقابله اخرى. شكرا، هذا نداء ديالي بالنسبه لهذاك باش الناس تجي تعاون هاد اللاعبين، لانهم شفنا حتى لانكروسيون ديال ولا لانكوربوراسيون ديال جو سوي تخي فيغ وسا سوا بوغ لي دو لا بركاوي. هنا ابن فعلا رائع كنعتز به بكل صدق، لانه لاعب في مستوى رفيع ولاعب خلوق ولاعب دائما كيعطي الاضافه وابن الفريق. دونك هذا انسان، هذا واحد كذلك اليوم سعد المرسلي اللي دخل وفعلا في الدخول ديالو راه كان شي واحد يقول لك سكيتي يمكن مسطي، لكن استغفر الله راني ما كنعرفش كندير. لابور كي لافي سعد المرسلي سي ان لابور اللي نزلوا القبعه ولد صغير وكيلعب بهذه المقابله ومتخلفين بجوج الاصابات ولا جوج الاصابات لصفر ويدخل في ذاك اللحظه وداك الشيء، هذه تعطي ان ايلو بور بور ليكسيلون طالون كيلا. دونك هذا ربح. دونك جو كور ديرير دو ليفر نربحوا لاعب ونربحوا المقابله، ولو انه فعلا انتصار شبه انتصار، لان لو فيت دو ريفونير لو سكور هو هذا. راه لو راجا دو كازابلانكا إل غونفيرم دي جوار اللي هما انا ما نبغيش نقيس، انا بالعكس خصني نعتز باللاعبين ديالي ما نقولكش انا هما افضل، ولكن راه نقراو بوست بار بوست، نقراو لي بوست بار بوست دي جوار اللي عندنا. الرجاء كتبقى رجاء كبير، فريق كبير عبر التاريخ ولحد الان واليوم. البوتونسيال كو غيغورج لو رجاء دو كازابلانكا كنا افخونتي اوجوردي سي ان رجاء تري 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 فور، لا من خط الدفاع لا من حارس المرمى لا من خط الوسط لا من خط الهجوم لا من بون دو توش ديالهم، لا مجال للمقارنه، اون كومبار لا كومبار. ولكن مع ذلك فافضل حاجه كيف قلتها قبيله هو انه هذا الفريق بهذا الحجم هذا راه ماشي نيمبورت كي. اي بوي كونت يل كونت يسبقك لو سكور اون فوا ويجي يعطيك الضربه الاخرى، فكنعتقد انا ما عليا الا انني نشد بحراره على يد اللاعبين لانهم ما حطوش يديهم بتاتا وبقاو في المقاومه وسجلوا اصابه وسجلوا الاصابه الثانيه. ولو وكان شويه ديال الوقت وكان ما تبليساش سفيان او لو كان شويه ديال الوقت ولا هذاك كانت تكون كلمه اخرى، لانه يسوفي ان بالون دون لو فون دو فيلي اي اون انغرونج لي 3 بوان. دونك جو كخوا كو لو راجا من لو راجا ريست لو راجا ان اوغر سي ان كلوب بتاريخه بلاعبيه
باليوم اللاعبين ديالو بالستاف تكنيك ديالو بالجماهير ديالو بالمسؤولين ديالو بتاريخه راه ما كاين ما بكل صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنبغي نقول انا اللي تفرج في هذه المقابله راه ما ضيعش وقته، تفرج في كره، تفرج في اهداف. الحمد لله احنا كنا داخلين من الاول عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه على ثلاث نقاط. بالدخول في المباراه في الشوط الاول الدراري كانوا عازمين، لكن بعد الضغوطات كان شويه ديال الهفوات، تسجل عنا الهدف الاول لكن الدراري ما طيحوش بيديهم، بقينا عازمين باش نرجعوا في السكور. بالدخول في الشوط الاضافي الثاني زاد الاصابه الثانيه، هذا ما اثرش على الدراري كما كيعرف جامع حسين الاكادير منذ قدوم السي عبد العزيز السكيتي والفريق. دائما كنكونوا منهزمين في الشوط الاول لكن كنرجعوا بسرعه في لو سكور وكنحققوا نتيجه ايجابيه، وهذا اللي معروف على حسين الاكادير في جوج المباريات ديالو خصوصا داخل مدينه اكادير اللي كيتفرج في ملعب الادار، كيتفرج في مقابله اللي جد جميله. الحمد لله كنا ما طيحناش يدينا وكنا عازمين بينا نرجعوا في المقابله، هذا ما تاثرنا، سجلنا الاصابه الاولى، سجلنا الاصابه الثانيه، كنا نسجلوا الاصابه الثالثه لكن عمل الحظ ما ساعدناش. الحمد لله كما عرف الجميع ففريق الرجاء البيضاء ماشي فريق سهل، خصوصا لو كيتكون من عناصر شابه. والحمد لله انا نقول ان فريق حسنيه اكادير غادي يقول الكلمه ديالو خصوصا بفيال شوبان.